para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus guru kita, Ketua Masjid Jami Nurul Ihsan Al-Karam Wal-Muhtaram Bapak Ustaz Haji Abdul Razak, Kakanda Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Mahmud, Bapak Ketua RW 03 Bapak Jiran Yudin, Bapak Ketua RT Bapak Malawi, Bapak Haji Mutan, para sesepuh Bapak Haji Abdul Razak, amin, Bapak Haji Bambang, Bapak Sabar, Bapak Adung, Bapak Haji. Kita doakan mudah-mudahan almarhum senantiasa dalam tujuan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk
Ya Allahumma yukafi umadzida Ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukru kama yambahi li jalani wa jalkari mu'azimi sultani Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Salatatuna jina biya min jamil ahwali wal anfaada Tadina jafiha jamil alhajat Wa tutalirna biya min jamil sayyat Wa tarmawna biya innaka ala darajat Wa tutalirna يقول لي أفضل غايات من جميل خيرات الحياة وبعد الممات الموسيقى قريب مجيب دعوة ويقاضي الحاجة اللهم اجعل وعوصب وتقبل سواك ما قرأنا من القرآن العظيم ومعنا له من قول لا إله إلا الله ما سبحنا ومن سبحان الله وبحمده ونودي إلى عترة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة وقرابة لرسول أجمعين سيد سلطان المرحوم فاطمة بنت الحاجي عبد الحميد سيد المرحوم جد الحبيب الحاجي مهير سيد المرحوم ابن هجنة بنت الحاجي أنور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ولمشايخنا ولمعلمنا في الدين ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات من اتبع لهم بالثوابت اجعل لهم ثواب ذلك منا اليهم اللهم اجعلهم يرى ويسرى له بين ايديهم اللهم اجعله حجابا له من النار وسترا له من النار وفتاك له من النار اشكر الناس برحمتك يا رب العالمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وقنا واكرم نزله واسع مثله برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وقنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا خيرا للذين امنوا ربنا انك رب البر الكريم والثواب الرحيم ثم انزل الرحمة والمغفرة والهبة على سبل المرحوم فاطمة توتي من اجل الحبيب اللهم انزل الرحمة والمغفرة والهبة عليك وعليهم وعلى جميع اهل القبور المشركين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات اللهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجي إلى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم عبرة من بار النيران اللهم اجرهم من النار السالمين وأدخلهم الجنة بنيك رحمتك يا أرحم الراحمين إن كانوا محسنين فزد بإحسان من كانوا مسيئين فزد وتنهم ونسألك سلامة وعافية وبركة لصاحب البيت وزاد في الدين وجد الآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت وتجلت من النار ولبينا النساء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin sekalian, demikianlah pembacaan surat Yasin, tahlil serta doa arwah yang semuanya ditujukan untuk para arwah, khususnya ayahanda kami almarhum Bapak Ahmad Syukur bin Haji Abdul Hamid. Kedatangan bapak-bapak, saudara-saudara, para perantara almarhumnya ke tempat kami, mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami persilakan bapak-bapak saudara-saudara untuk menuju jamaah yang telah disediakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.